أنا قلت القعدة هاي بدها قهوة فعملت حسابك معي. تسلم ايدك، مع إني ما بشربش قهوة متأخر كده، بس مقبولة منك. كنت حابة أعتذر منك، بعرف إنه شخصيتي شوي مندفعة بس يا ريت ما تزعل مني. مفيش اعتذار ولا حاجة، أنا أصلاً مش زعلان. بس قولي لي بقى، مين اللي قالك إن اللي بيقعد القعدة دي بيبقى محتاج قهوة؟ أبوي لما كان يقعد هاي القعدة كان دايماً يطلب مني فنجان قهوة. الله يرحمه، شكلك كنت متعلقة بيه أوي. ما في أحد من عمر، كان أبوي وأخوي ودايماً مقويني. ما كان يطفي نور الغرفة، كان يستناني أنا أروح أطفيها. كان يحب يحكي معي قبل ما ينام، دفنته بإيدي هو وإمي. الله يرحمه، هما أكيد في مكان أحسن دلوقتي. على فكرة السلسلة دي شكلها حلوة أوي. هي آخر إشي أمي أعطتني إياها قبل ما تموت في حضني، ما قدرت أعمل لها إشي. كان طول حياتها حلمها إنها لما تموت تندفن في غزة، بس ماتت في الغرب. لا بقول لك إيه، الوضع اللي أنت فيه ده ما ينفعش مع أبوك. أهلك اللي جوه دول بيتسندوا عليكي. أنا عارف اللي أنت مريتي بيه، عارف إنه صعب مش أي حد يستحمله، وعارف كمان يعني إيه حد يفقد أبوه. بس الأيام الصعبة والأوقات الصعبة اللي زي دي ما ينفعش معاها أبوك. الأيام دي محتاجة صبر، وصبر كبير كمان عشان تعرفي تتعاملي معاها، وعشان كمان تعدي، وإن شاء الله هتعدي. هي هدى لسه قاعدة مع عادل؟ أنا عارفة بيقولوا إيه كل ده. عموماً هدى ما يتخافش عليها، يا ريت فريدة وإيناس يبقوا في نفس قوتها. البنت لازم تبقى قوية عشان محدش يدوس لها على طرف. بصراحة أنا مش فاهمك، عمالة تقوي في البنات حتى على ولادك. هي العيال دي مش بناتي برضو؟ وبعدين البنت دي أحن من الولد ألف مرة، محبهاش تتكسر أبدا. لكن الولد أهو راجل عظمه ناشف ويستحمل. الحقيقة إن أنت كنت أستاذة جامعة وربيت أجيال قد الدنيا، إيه الكلام القديم اللي أنت بتقوليه ده؟ لا قديم ولا جديد، هو ده رأيي. بعدين يمكن من قصص البنات اللي كنت بسمعهم في الجامعة هو ده اللي خلاني اثبت على موقفي. والله العظيم انا بنيتي دول محظوظين، عندهم عم قمر وحنينه كده زيك. يا حبيبتي انت الخير والبركه، ربنا يخليكي ليهم.